حبايب الحلوين، كان يا مكان كان في زمان 7 اخوات وابوهم كان طحان. كل واحد في الولاد كان بيحب اخواته، وزي ما بتقول الحواديت وزي ما بتقول الاغاني، كل واحد في الاخوات كان بيحب الخير للتاني. وعاشوا 7 اخوات صغيرين وكبار، فيهم اللي يشتغل في الطحونة بالنهار، وفيهم اللي يسهر يحرس الطحونة في الليل، فيهم اللي يطحن وفيهم اللي يشيل. في ليلة من ذات الليالي ملك المدينة نام، ولما قام نده لكل حكيم وكل وزير وقال لهم: حلمت حلم اللهم اجعله خير، حلمت زي ما تكون بنتي الأميرة الكبيرة في ايدها رغيف، جت قطة بيضة اكلت من الرغيف. افتكرت القطة البيضة حتاكل الرغيف كله، لكن لقيت القطة البيضة ما اكلتش الا فتفوتة صغيرة. احترت وقلت: القطة البيضة دي ايه يا ترى؟ لسه في حيرتي جت قطة سودة هي التانية اكلت من الرغيف. افتكرت القطة السودة حتاكل الرغيف كله، لكن لقيت القطة السودة ما اكلتش من رغيف الأميرة الكبيرة الا فتفوتة صغيرة. احترت وقلت: القطة السودة دي ايه يا ترى؟ وعايزكم تقولولي القطة البيضة دي ايه والقطة السودة دي ايه، ومش بياكلوا الا فتفوتة ليه، ومالهم ومال رغيف الأميرة الكبيرة؟ ده اللي قاله ملك المدينة. والحكمة من بعد ما فكروا قالوا: خير يا رب اللهم اجعله خير. والوزراء من بعد ما فكروا قال: خير يا رب اللهم اجعله خير. اهو ياما الواحد بينام وبيحلم الاحلام. بس اللي حصل حاجة غريبة، كل ما ينام الملك يحلم بالقطة البيضة والقطة السودة، قطة بعد التانية تاكل فتفوتة صغيرة من رغيف الأميرة الكبيرة. والمملكة تفكر ويحتار الملك أكتر وأكتر. وفي الآخر بعت الملك منادي يمشي في المدينة ينادي في النحيادي والنحيادي، والمنادي قال: مكافأة من ملك المدينة للي يقول لملك المدينة على معنى حلم الأحلام. نرجع للـ7 اخوات. الستة الكبار قالوا: اه لو في حد يشتغل في الطحونة بالنهار كنا مشينا ورحنا وجينا وسألنا على معنى الأحلام. اخوهم الصغير قال: اشتغل انا في الطحونة بالنهار، وان اشتغلت كتير اهو يمكن يجيلكم الخير. والستة الكبار قالوا: اه لو في حد يحرس الطحونة بالليل كنا مشينا ورحنا وجينا وسألنا على معنى حلم الأحلام. اخوهم الصغير قال لهم: احرس انا الطحونة في الليل، والخير لو جالكم يبقى كأنه جالي. والستة اخوات سابوا الطحونة ومشيوا وراحوا يسألوا على معنى حلم الأحلام. اخوهم الصغير يشتغل في الطحونة بالنهار ويقول: لو اشتغلت كتير اهو يمكن يجي الخير لاخواتي. ويشتغل ويحرس الطحونة في الليالي ويقول: الخير لو جه لاخواتي يبقى كأنه جالي. يفوت النهار والولد الصغير يقول: فات النهار عليا واخد من العمر شوية. ويفوت الليل والولد الصغير يقول: فات الليل عليا واخد من العمر شوية. 7 ايام ب7 ليالي والاخ الصغير يشتغل في النهار على طول ويحرس الطحونة في الليل على طول ويقول: فات النهار عليا واخد من العمر شوية. ويقول: فات الليل عليا واخد من العمر شوية. وفي ليلة من ذات الليالي جت للاخ الصغير فكرة. الاخ الصغير ما استناش البكرة، راح يجري على ملك المدينة وقال له: من بعد 7 ليالي ب7 ايام عرفت معنى حلم الاحلام. الرغيف هو عمر الأميرة الكبيرة، والقطة البيضة هي النهار، والقطة السودة هي الليل. النهار بياخد من عمر الأميرة شوية، والليل بياخد من عمر الأميرة شوية، ويفضل الرغيف كبير، يعني الأميرة هتعيش كتير. هو ده الكلام، وده معنى حلم الأحلام.
فرح الملك قد ايه؟ الحقيقة كتير. ادى الاخ الصغير مال قد ايه؟ الحقيقة كتير. وقبل الاخ الصغير ما يسيب قصر الملك ويمشي، نبه له الوزير وقال له: اش معنى انت اللي عرفت معنى حلم الاحلام؟ ضحك الاخ الصغير وقال له: اتمني بحب كل اخواتي، اشتغلت بدلهم بالنهار ولقيت النهار كل ما يفوت عليا بياخد من العمر شويه، وسهرت بدلهم احرس الطاحونه ولقيت الليل كل ما يفوت عليا ياخد من العمر شويه، واللي يحب اخواته بيلاقي الخير في كل حياته.